بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. وعين كسوة جري درسي كساب سنة سريقة حديثك عائشة ينودن بيي كساب سنة نصاب كسريقة انت شيء اللحظو انتبا مركو دنيا قعنت روح اللوغينية مركا اختلاف كأسانيدة ينوس السعودية ذكر الاختلاف على الزهري رواد سيسكو أمان رافين زهري حديث كعائشة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن حفص بن حسان. حفص بن حسان نسائي وحويد هذا مشهور الحديث، مشهور الحديث ذهب وحوري فيه جهالة. ابن حجر وحوري مقبول لين الحديث ما لم يتابع بوجهه، وليس له في السنن في سنن النسائي إلا هذا الحديث. ألقى حديث بكله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يدن وحيتلي قطع رسول الله رسول الله يبقى عنقوي في ربع دينار دينار فالمراد ملبو أقوي هانتلن مركة مركة نكلا حفص من حسان سداس أوري حديثك عن زهري عن عروة عن عائشة مرفوعا وأوتشيدا. طيب لفظك مركة اختلاف لفظك كجرة أيو مركة أقود بدون أيو قدت كهلايا. أخبرنا هارون بن سعيد أبو جعفر الأيلي قال حدثنا خالد ابن النزار وصدوق فيه ضعف يسير وأن صدوق ضعف يربى كجرة الغسان الأيلي أصغونا وأيليين رقز دبقل خالد بن نزار محايدين قرائدين نزار باصحب زار وخطأ خالد بن نزار قال حدثنا القاسم ابن مبرور الأيلي وأن ثقاء لكن رواية صدق إنه واشاذة عن يونس بن يزيد الأيلي عن نشاب الزهري أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي لا تقطع اليد قعنت لمقه إلا في ثمن المجن قاشان العكتيم يعني ورحت يوجد إلا يعني ثمن المجن ثلث دينار دينار ثلث كيوحان كين لمقه ثمن المجن بل كبدا ليساء إلا في ثمن المجن مرك أو ثلث دينار 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 ثلث كي وحن كائن له مجوي ووجد أن رواية ظهري حفص بن حسان عن الزهري وهي هيد ربع دينار ربع دينار مدا هذا قاسم ابن مبرور عن يونس بن جدي الأيلي عن مشاب الزهري ومرك يونس وحاي سيا حفص بن حسان وهيكلك تي ثلث دينار أو نصف دينار فساعدا أما دينار نسكي يوحي كبدا يوحي كبدا مرك وشذوذ من قاسم ابن مبرور الأيلي رواد كروردان وحكوريين أما ثلاث دراهم أما ربع دينار ربع دينار إن لا يدادو دينار صدح ملو دلولكي أما لا يدادو نصف دينار وشذوذ ورواية الشاذة شذوذ كاسم وحكو لجين علومه قاسم المبرور بيكو لجين دار قدني غير كيبا يمزي يكل قد بحافن حجر كل أصنا سيدان بويا مركما قان شيخ وحولي شغلباني منكر طيب منكر ما هو شاذا كفيعا شاذا كفيعا طيب لكن منكر هو الإطلاق على الشدود عند المتقدمين. أخبرنا محمد بن حاتم المروزي قال أخبرنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن يونس بن زيد الأيلي عن الزهرية قال قالت عمرة وحيتري عن عائشة ويوجد أدنى واختلاف سندها اختلاف إسنادها أوي كيرو حكسوا مرتين زهري عن عروة عن عائشة هنا وحوي يونس عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرك ماشي عروة لقلين لها يوحال لقليي عمرة بنت عبد الرحمن واختلاف سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد يد السارق توقق عن ثلقيا في ربع دينار دينار أفر ميلود ميل ربعي قال حرم مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد عم نشاب الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن رحمن كبود عن عروة وعمرة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. إذن يونس أي صحي لفظه يونس با صحي وذات كوري حفص من حسان هانا وو صحي ويونس با أهي لنا ماشا أو خلدمين ننك اللي إذا قاسم إنه مبرور على يونس أكو خلدمي على يونس أكو خلدمي مركا قاسم مبرور مركا يو خلاف سنية هاي وحو خلاف سنية هاي عبد الله المبارك عن يونس
هو خلاف سنية هاي عبد الله بن وهب عن يونس رقاص ونبو خلاف سنية. طيب أخبرنا حسن عفوا عن شاب الزهري عن عروة وعمر بن دينار عن رسول الله تقطع يد سارق في ربع دينار دينار ربعي فصاعدا وحكبضا. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني صاحب الشافعي صاحب الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف نينك الأورنجلي عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف وأن ضعيفة عند النساء وأن ضعيفة عند النساء وعند غيره ضعف يقسون وضعف منجبرة ساء مسي ليتو لكن وحول لا تفرده لم حجي سنكر. عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول تقطع يد السارق توقق عن سوال قويا في ربع دينار دينار هل شن له الذهب وأفر له لقي يفساعدا وحكابا وإن صوشا إنها بإنها إن صور دافني ربع الدينار كونه يهال قرام الذهب إيه صدن إيه كوريغو هذا هو العقل شن كون يشن بقول كله هو العقل تلقاه الله إيه أما أفر كون يشن بقول بالذهب كو قرام كيش أنتم مريو ذهب كو قرام كيش أنتم مريو شن كون وشين وانف أريو وح كله سوما نفك أريو نقال كامحال إيبيا زيدون كو دقاق إيهون ملايين مو إيهون حكرامات ما إبستام يا طبعاً كدو النف كوينة النف كنا قال كي ما اللي حكون تضوكم بضافها يا نيروبي قد داية ميلا حوالها الوضع كهلا جارس يا وشير يا كهلا يا مدير رأيه يا صدحكم بتجاه زما نمن كانوا حكى ورقوا النيروبي تدخلوا بعده. عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مركي الحديث كسندا سدا وكوري يونس يا عبد الله بن وهب أي عفوا يونس كوري إنك أها حفص بن حسان أي صحن متنهانا متن قضاء صحن رواية قاسم مبرور عن يونس عن الزهري خطأ ويهيد مركا منكر أو شاذ. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي هضحوا باللابية اختلاف عبد الرزاق وابن المبارك على معمر اختلاف الزهري وانه كسو تقني ارضي الزهري اختلافه هي كرب مرك ادي و هو ربا زهري ارددسي او ايغو لو لسكو خلافيبا ايغا شيوخ نقنيا مركاسا لسكو دول خلاف معمر وارضي الزهري مركز معمر قدغي سال لسكو خلافيا باب الاختلاف على معمر بك دغنتا وحانس خلاف دوره عبد الله المبارك يو عبد الرزاق بن همام السنعاني بل خلاف قدنا في مركا أيضا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني صاحب المصنف والتفسير عن معمر أبو عروة اليماني عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوله تقطع والقويا يد السارق توقق عنديسة في ربع دينار أي بسبب ربع دينار دينار أما شلن ذهب أفرميلود ماشي وحضيبا لقويا يفساعدا وحكبضا. طيب محلوج دمرك عبد الرزاق حديثك واوصلي حديثك واوصلي. أخبرنا سويد ابن نصر المروزي قال أبو الفضل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مارك عن معمر عن مشاب الزوري عن عمرة عن عائشة قالت عائشة وحيتلي تقطع اليد في ربع دينار فساعدة. إذن مرك عبد الله بن مارك حديثك واوقفي ماشي ومركي الأورنج عبد الرزاق وصور رفعيي. طيب هران وين صوم الرأي لغمع الله مع عمر هادو عن الزهري حديث كان مرنا وصليه مرنا إرساليه أما أو رفعيه مرنا أو وقفيه لغمع الله وعادة معمر عن الزهري كان يسند تارة ويرسل أخرى يوقف ويرفع تارات أخرى مركي دقن ولها عبد الرزاق بانا أوشا الشيغي والكل عندنا صحيح والكل عندنا صحيح أبو داود بن قصوم الرأي بسند صحيح نصوى السيدة أورامي لما لا هو يدين عائشة أيام مرنا حديث كنبيك أتيرين جرتي مرنا فتوان جرتي مرنا بيكورين جرتي مرنا فتوى أهام بيوشيك جرتي إلا وي هو بتاي. طيب سيدة أصوية ولو حالين زوري بوحيان لغو أيدي معمريان لغو أيديني هاوشاني ووحك إيمانية حق هو يدين أم المؤمن عائشة تقطع اليد وقعنتها لغويا في ربع دينار شلن ذهب أفرميود ماشي فساعدا وحكبضا. أخبرنا إسحام إبراهيم وقتيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري
إن سفيان كان واع ابن عيينة، ولأن الثوري لا يروي عن الزهري، لأن الثوري لا يروي عن الزهري سيد سبا أساسا قعيد قدن صمران النسائي ترمذي من ماجه هي مسلمنا وقمتغان ثوري بأقل من واسطتين وقمتغان كمقان لا يصلاني عن الثوري بأقل من رجلين من طبقتين. عن سفيان بن عيينة عن الزهري شاهد كان وحوي سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، لا يروي عن الزهري. عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أساليد الرجاج كتب الستة وأنا الدراسيسان العين تان لقبرتها ماها إن أنت الملك ورطا أحفظني طلع على البدن يدراسة البدن كتب الستة أدمريس هذا البخاري سنة كيف الله بقور نميسه ونراجع عيش مسلم سنة كيف الله بقور مرتو سنن كأدمرتو سنة كيف الله بقور وسيد القرآن كأو أخر يوم راجع عيش واقدم بني منك وحيكون لقنا ينمن رمع على القرآن كأورنجتو تقانه نمور بنيكو يا يمشور عاد كبرن انت هو ما اكليه مركز سندك رجال هذا صون نقول يسوا رجال وستودن وحير بعد بخاري اوت دونتا اودن كو النسائي. طيب انت مركز كوكوس حديثك مكو كوكوس نوادك 10 غور بشي 10 غور مكو مغيش بشي كوكوس نوقدو سو قبن ميزيد وحك واد حفظنيسا حدا نسو عربت التكرار يعلم الحمار ضميرك حتى علت وحكبرت ضميرك سي شك لو هي شك وحو فهم شكت اني تاي استاك هالدقائق دقائق ضمير محك دبين سن مياجر العلم تام بيرضح كلام مجدار كلام ما. عن عائشة قال وحيت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة وهذا من دقة إمام المحدثين وحور بأنه قال ساره قتيبة وحور كان النبي ماشوا إسحام راهوية جدي كان رسول الله وأسكم بيت لكن وحك الدوية نول بلفت جسي ورد يسيب توجنيا نظر الله إمران سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أبو الربا قال قتيبة كان النبي وقال إبراهيم إسحام راهوية كان رسول الله وإسكمت انتظر الربا يقطع وقنجر النبي في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وانكسر التقني اختلافك على معمر. طيب علنا اختلاف حلقوا علينا ما أهم. أخبرنا حسن بن محمد الزعفران هذا النسومر صاحب الشافعي والشيخ النسائي ومسلم سدوك قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وأن صدوق في نفسه إلا أن فيه ضعف. عن سعيد بن عروبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا حديثا أدب الترمذي النسائي أغدح هيا سوءه بصده إن لفظه النبي كالسغنية. وحوجد بي اختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الحديث هذا محينو الدنبيي يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أصدقاء صلى الله عليه وسلم من رافي أي وجد بهايا حين كنت سابسين يهي رفع حديثك يوقف انتيسة انت أمي وحكرو ماشي يالا مجره أنه يقنى هذا مركة أيضا. أخبرني يزيد ابن محمد ابن فضيل الجزري وذات كاسي نسائي الشيخ يساء يزيد بن محمد بن فضيل الجزري حافظك حول ومقبول بمعنى ضعيف الحديث ما لم يتابع بأجهده وحجر حين مجره وسكت عنه الذهبي ذهبي كتاب كسي الكاشف حول الشيخي إنه يهم شيوخ النسائي روى عنه فلان وفلان وروى عن فلان وكتك يا مرك طريقة ذهبها كفي عن طريقة ذهبها كفي عن شيخ النسائي ونجرح اللوهين إن ضعيفيه وخطأ عند المحدثين حتى الحافظ الحجر ما أقوله في التهذيب وفي كتبه ما أقوله إن شيخ النسائي وإن جرح اللوهين إلا ضعيفه معايا لو حيدا علمته شيوخ النسائي نظيفته والنسائي نظيف الشيوخ نسائي الشيوخ ديسو لا يروي إلا عن ثقة عنده شيخ اكتس الثقة كاء من النسائي كورياه إلا دور وداد وأسق أوجره هذا ما أقانا مهي نين أمال الله الشيخ بالله الشيخ وأسق أوكه الله كوا نوع عاصى أنا لا يروي عنهم إلا حديث أو حديثين يقل الرواية عنهم وذات كمركة ذهبي أيه حكي لي مغنية المغني في الضعفاء نين ليدا أحمد النفيل السكوني الكوفي يحول الشيخ للنساء لا يعرف أحمد النفيل الكوفي السكوني وحول في المغني في الضعفاء وشيخ للنساء لا يعرف مركز لكن النسائي نظيف الشيوخ وقد قال لا بأس به
ذهبي استدرك على نفسه مكاز وحوري نسائي لكن شيوخ سوار نظيف نمن علماء وثقادة ويضعف وحكم أغري السقان وحوري لا بأس به مرك ورك ورنا وابروري لا يعرف وكان رغض مرك ذهب عليه نسائي الشيخ يسوي إلا مرة وانكر ابن حجر أي تهذيب كوداد من شيوخ النسائي أيو ذهب وحوري ومجهول ومجهول ذهب أورني حافظك حلو بل هو معروف بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه يكفيه رواية النسائي عنه باكفرا إذا هضور نسائي وحكوري ومعروف مجهول ما يمكن ليلة لأنه كان متعنتا في نقد الرجال حتى بعض أهل علم الشيخ الزنجاني ابن الطاهر القيسراني أي شيخين هو أشد شرطا من البخاري ومسلم ساسي الشيخان وذات كالي أيال ليل ومجهول مركز حافظ كحوري بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه رواية النسائي عنه بانفراده نينك بحكوريه نينك هو معروف كذبها لغا النقاشو عدالة سيئة ضبط سيئة لغا النقاشو لكن هو مجهول صورة قلماء ذهب إلى في تركيزه شيخ بو ميزانك كل شيء مشيوخ النسائي مركز حوري حدث عنه النسائي وحسبك به حدث عنه النسائي وحسبك به برك وحوي الأصل في شيوخ النسائي وامحي أنهم ثقات عدول اللهم وذات لعقاذي إن مجروح يهي مويني صدرت رأي حافظكم مقبول وضعيف والرأي غير سليم قال حدثنا مسلم إبراهيم الأزد الفراهيدي قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار دور قرن وطمرتين قال حلو ذاتك حدثنا أحمد سعيد الأنساري هذا إحجية مرك أبان ابن يزيد العطار عن أحمد سعيد الأنساري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تقطع يد السارق توقع عن سالقيا في ربع دينار شل ذهب أفرمل الدلولك يفساعدا وحي كبضا إذن حديثك قابك وننك أرفعي أتوسي أبان مزيد العطار أي خلاف دونه ابن عيينة هي ابن المبارك ابن عيينة ابن المبارك رواية ابن عيينة وإيمان دونتها بعد حديثين مدى ابن المبارك نهض إنه هينا أخبرنا سويد نصر قال أخبرنا عبد الله المبارك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وحيمقت عائشة تقول له يقطع في ربع دينار فساعدا موقوف بقد وارته عبد الله المبارك عن سعيد الأنساري ووقف في حديثك ميشا وأبان مزيد العطار وصور رفعيي قال عبد الرحمن النسائي هذا الصواب من حديث يحيى هذا الصواب من حديث عائشة لغمدهن ولا من حديث عمرو لغمدهن وحلقها الله يا وذلك الاسكو خلافة يحمل سعيد الأنساري وحا صواب أسقى الرواية دي موقوفته لكن علماء بكلو أسقى متابعي عن ركواء أي حديث كوصلية أو رفعية صادرت يعني سعيد الأنساري نوؤق حديثك إنه مرفوع يا عين صلى الله عليه وسلم لكن شيخي سيؤو حرمين جري وحديث كان آمن سنة إنه موقوف يا هاي أي مال لكه المي يعني سعيد الأنساري أسوى حديثك رفعين هاي مركز وحديثك مرفوع ما هي مرضى ما رفعين كرتين شيخي سيؤنتم النراء وعلى حديثك ووقفين جري إجلالا وتعظيما لشيخي وحونا أقا حديثك إنه يا هاي مرفوع لأنه ذاتك وحبرها يا وحو آمن سي هاي رفع حديثك إنه خطأ إياي حديث يحيى بن سعيد الأنساري حتى إنه حديث عمرو هذا إنه مرفوع أصور وحو أمسين ومرفوعية لكن شيخ بكل احترام يؤدي حافظ حجر بوحوده مع مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي حافظ الهيثمي إنه تعليقيه وأخطائي أوهام وابن حجر وقال ابن حجر الهيثمي نور الدين الهيثمي هيثمي عفوا هيثمي وقال إنه صحه مركب بلا تعليقاتك تعقباتك أيوه حمق لي هيثمي هو شو بكحم هذا وجوتي كتابك فروه كقاضي ملك الله وكل شيء كرتام وقت خطا وذات ملك الله كعدي محا كتابك سكوت ودي قادو كتب بدن بعضو قلي هذا هو هذا كعديس مرك حوار كإن وذات كبركيزي بل سهل قال وداي هذا الصواب من حديث يحيى الصواب هو سدا حديث عبد الله مبارك ابن عيينة الصحان حديث كأبا من زيد العطار عن يحيى بن سعيد وخطأ طيب ساس وجده أخبرنا محمد عبد العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي بالله يقنه من رجال الجماعة وذكر نيسان عن يحيى
ابن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت القطع في ربع دينار فصاعدا. إذن أبراهيم دريس الأودني متابعين هيا إمام مبارك سيدي سبق وقفي. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حديث سفيان بن أودمان حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه ابن سعيد الأنصاري ولالكيوي وولالكي يحيى بن سعيد الأنصاري يا عبد ربه عبد ربه معها ابن سعيد الأنصاري ولالوي ورزيق ابن حكيم صاحب أيلة ماشان عقبة لو يقان خليج العقبة هذا أردن أي كنت الله وقر أرجيري ماشا سوي أيضا للشيء هاي وماشا كلا بحان مصر إيه شام أي كلا بحان وي أما سعودي أي كلا بحان إيه شام هات شيكتام مركز صاحب أيلة ساسا اللويل ومال مقعيد وحمنا والي أوقعها عمر العزيز حلق عمر العزيز خليف كاها أيو بدات كان رزيق من حكيمة هل كا قبرنطورة كاها إن قيام بدون الزاهد وعابدنا وآها أنهم مدادها دورك ورزيق ابن عبد الرب بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري انتبه سمعوا وحي مغلن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت القطع في ربع دينار قينتو قعنت اللي وحي كهر قليسا أما يكون كوي من يساد بسبب ربع دينار فساعدنا وحي كفر بضن يوحي كبضن نسائف الكبرى وحي كجلي وفي رواية مالك وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد كالدليل على أن الحديث مرفوع والله أعلم حول حديثكم موقوفه كدغان رغان واوي عبد الله بن ادريس الاودي ابن المبارك سفيان بن عيينه ها وقفيين لكن روايه مالك سو صوته وهي كتوسيس حديثكم انه مرفوع يعني وفي روايه مالك اي الاتيه عن يحيى بن سعيد الانصاري كالدليل على أن الحديث مرفوع. طيب وكمرك حديثك كو إشاري أخبر قال الحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لعمل قاسم العتقي عبد الرحمن بن قاسم العتقي قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أفر سوسيو حديثك كو تصايا إنه مرفوع ياي قال عائشة وحيتني ما طال علي أي الزمان ما طال علي يوم ديرانين أنيقا الزمان وقت يوجد دوان وحلمامه مثلا هذا أضوء لحذن جرأة لبات نجرك هذه واحد مقلج تأمل ورنجرت ما ظهين كرتها حلو وضشكي وحبا كاحب صاري وكاد وبي. طيب ما طال علي وقت ومردرانين ولا نسيت منها المامين بيتر محيوجة دمركة والرواية حديث النبي أن كوريي أن كم مقلي ومردران وقت أن كو إلوبو ولي وان يره قشان تبان أهوي القطع في ربع دينار فساعدا هذا فتوى إذا أي فتوى نيسو يجتهد كذا مرة هذين ما طال علي ولا نسيت وحاله الماما وامحي من قولك يمروي واحد ورسي الغنى وليب على الماما واحد وقدكو اجتهاد يسو هذا يبقى طال مرة بوض اجتهادي مسألة السلاة أدكو اجتهادي كد ذا شيء الناس كو قبطي إذ حكمتي بري هذا الوسع عليه صوابك وحاوه إنا مرة بعد اجتهاد وحاوه محاوه نعكرت إله علمك لكوفره بابك لكو دقاقه مثل هذا درب الله يكيني واسيد السعودي ميشت سنة كوران سيدنا الحكومة سيدا قوات معها دي بابو فيرن كتبت الرسن إن راحت كالقادي الله أبري باب كلا وكفر مكرا. طيب مركة توجد وامدة النسائي وكله وفي حديث وفي رواية مالك عن يحيى كالدليل على أن الحديث مرفوع رواية وجد عوري مركو براه كجري هذا الصواب سيدنا الصواب سيدنا الصواب وحديث أبان وسعيد خطأ حديث كأبان الصوم مرتين أبان يزيد العطار يكي سعيد ما بعروبه كسيه الرئي مرة صوم الرئي حقاً كسوم الرئي وعن كسوم الرئي أخبرنا حسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الوهاب ابن سعيد عبد الله بن عطاء الخفاف عفوا عن سعيد بن عروبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري هل كان كسوم مرتين حديث كأبان حديث كوه الرئي ويا هذا حديث كأبان كي كوه الرئي ورواية سعيد ابن أبي عروبة وجدة هذا الصواب وحديث أبان وسعيد خطأ ساس وجدة مركا صوابكم وحوي وحسأولي هاي رواد وقفيي رواد حديثك وقفيي أيا كبضا كان حبضا رواية ودراية وحفظا رمول بيوك حبضا كوى الرفعيي لكن رواية مالك وكل جامعة بين الروايتين أمنا عائشة مرة ويوقفن جرتين مرة ويرفعن جرت مركا دار قدني يعني عبد البر
وحي رجح أيان الوقف والرفع الصحيح كلا الوجهين واصل وهذا هو الصواب نسائنا وإلنا إياه هذا الحكم الرجح هي الرواية على الرواية أما حديث كسجود وحديث مرفوع أكتيس هو صحيح ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد وابنه عبد الله بن بكر على عمرة في هذا الحديث وحبابي هاي إلا الشيوغ أبي بكر ابن محمد ويلي أبيه بأسود لغانا إياه وضيقي أبي بكر ابن محمد أها يويل كيس عبد الله بن بكر أهابا اسكو خلافي على عمرة بنت عبد الرحمن في هذا الحديث الحديث كان سقينا إنه عائشة أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم واسمه عبد العزيز عبد العزيز ابن أبي حازم أبي حازم نوى سلامت من الدينار أتقرن إيسان سلامت من الدينار عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد الليثي عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي عن أبي بكر بن محمد أبي بكر رضي الله عنه عن عمرة عن عائشة أنها سمعت ضحي مقشا رسولا يقول أسوله لا يقطع لمقويه يد السارق توقق عن سلمقويه إلا في ربع دينار شل ذهب ربع فرميلود ملموية يفساعدا وحكبدا الله انتع يا خلاف سنمركة وإمن دون مركة صورتنا رمينه أو أبو بكر محمد تيسى أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرع أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب ابن وهب عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الرعيني الرعيني ميشا وحبائي إذن كقو أنه ويقو أي ما قال ندوك ندوك أيو عن ابن الهاد بالله قرب الكاس عبد الرحمن بن سلمان عن ابن الهاد عن أبي بكر ميدين قرية يدينكو يدينكو كتاب في عن بضي ستاني كبرضا أنا نوكسح هذا كبرضا صحن ميشا مركع عبد الرحمن ابن سلمان عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بالربعين النقط أنا هو يقول أنت هاي فإذن قرية إنك في عن مركة ما قن مالك صحتين ديب لما لا وذات كدة أتسوم ريسينا ها يزيد بن عبد الله وحلا الله يزيد بن عبد الله من أسامة من الهاد بالي ده مرنا أوجي بالوتر يوم مقعس من الهاد بالوصو رويا مرنا مقعس وصدحان بالشجع عن أبي بكر ابن محمد ابن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها الرسول مثل الأول أي وحشج حديثا مثل حديث الأول حديث كورو كلا أبو بكر أنت أصوتي سكو هري ويل كيس بلانو قدوم نهدا ويل كيس بوضعك خلافه حديث واوقفي قال حار المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك ابن أنس عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن بكر بالرأيين قلت بعض النصوح قريا عن ابن عن عبد الله بن محمد بقريا ساس يقول وخطأ وخطأ صوابك وعن عبد الله بن بكر ابن محمد ابن محمد دون نقضه أسيء أبيبه ولا نقضه يهدي لما ربه وإنه نقضينا أبي بكر عن عبد الله بن بكر مرقى سداسة تحفها مزي كقرا كبرها النسائنا سداسة كي الله وعبد الله بن بكر وهي صوابك ابن محمد عن عمرة قالت وحيت عمرو قال عائشة هيدا وحيت عائشة رضي الله تعالى عنها القطع وحد عنت اللوغو في ربع ديناري شيل ذهب أفرميلود ماشي فصاعدا يوحي كبدا إذن ويلكو حديثك ووقفي عن عائشة أبيه نواسور رفعي وأركيسين أخبرني إبراهيم يعقوب رواية مركة موقوفة إذا المدائن الرجحها يو النسائي ما دام بودن بيسي أخبرني يعقوب إبراهيم يعقوب إبراهيم يعقوب كان واقوما من دور قباء مسوى جوز الجاني وي. أبو إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي من أثبت الناس في مالك في الموطأ كتابك موطأ مالك روايات رواية الصحيح سننك ورياوي ننك ورياوي عبد الله بن يوسف التنيسي ومن شيوخ البخاري بخاري انت بين أحاديث مالك موطأ وقاته ننك أم روي غالبا ننك أم روي طيب عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبي ومحمد عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق سارقك عن سالقويا في ربع في ثمن المجن قاشان لعكتبا لقويا وثمن المجننا ربع دينار تفسير كان ظاهر كوائن يهي من تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ثمن المجن قاشان كل عكتيسنا وحاو أهيد ويقيمه ربع دينار إذن نبي قاعد نقول قاشان لحظي وحكاد قنطاي شيل ذهبه أفرميلوت ميشي أيو ننكا حظي
qiimihiisa inta ah gaashaanka waxa lagu iibiyo ee suuqiisa uu ku jeelaa sida ah wana tafsiir min ummul mu'minin akhbarani yahya ibn durusta ibn durusta ibn ziyad al-basri qala hadathana abu isma'il wa isma'il qurb an zumar wa ibrahim abd al-malik ibrahim abd al-malik al-qannat al-qannat wa an thiqa illa anna fi hifdhi shay'a حدثنا يحيى بن كثير الطائي البصري ان محمد بن عبد الرحمن حدثه ان محمد بن عبد الرحمن حدثه عبد الرحمن محمد ابي هادي وذكرنيسا مركه حاس متابعين عبد الرحمن محمد يحيى بن كثير الطائي كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا نبي قعنته وحكو غوين جري shilin dahab farmelo dalolki iyo wixii ka batay hanti ah macnuhu marka waxa weeye la tuqta'u al-aydi bi shay'i tafi shayga iska laciib sagheerka half reason in xaday gacanta miyan goynayna ama liter caana isku shubay isku qalaambiin tu xaday yaani shay gacanta waa ka qiin badan tahay weey tayib inta ayada akhbarana humayd ibn mas'adata al-basri qala hadathana abd al-warith ibn sa'id قال حدثنا حسين المعلم حسين الذكوان المعلم طب قضى حسين ودعو وداد كلا دعو حسين واقد ليداد حسين واقد المروزي ودور قرن سو مري ان كوبني لكن سايد ابو دود بعد وحو وريا لكن حسين كذا وحسين الذكوان المعلم عن يحن كثير الطاي عن محمد بن الرحمن ثم وحو شيخ ويا شيخ حميد اه حميد بن سعدة ذكر وحو شيخ كلمة ويربو شيخ معناها معناه يعني عن عمرته يعني وادي مركو حديثك قادان يا نسائي لفظ الشيخ استعمالي أدها أدها كوري يبو شكك قبا لكن حوه با حديث كونه كوني عن عمره مركا ما عن هيدا هذا أما أم باني هم حديث بهم دواء محاديث كان عمره انققته يوليه مركا محمد من عبد الرحمن عن عائشة قال وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار أخبرنا أبو بكر محمد إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن ابن بحر أبو علي ومجهول كان مجهول هو عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك ابن سعد مبارك ابن سعد ابن سعد بافعان ابن سعيد ببعض نص قرها يعني لكن المشهور أنه ابن سعد وسيدة كبرها كيالة تحفها مزينا كيالة لكن مزي عفوا ذهبي حافن حجر بمكة وترجمستان ابن سعد أو ابن سعيد بيدهان دملا حدثنا مبارك ابن سعد أسنى مجهول كلوي مجهول كلوي عن يحيى بن كثير الطائي قال حدثني عكرمة أن امرأته حاس كيسي أيضا ومجهولة لا يعرف حالها عكرمة حاس كيسي إسلام أسوه قبيوه لكن هوينكو رقا وارد آمان ذهب وحول إسلام هويني متروكاء قرن ما يبود ليس ولا أعرف في النساء امرأة متروكة الحديث بود يعني هوينكو ورين تحديثك وريان وإسكي رايت وأنا إسكاء السرايين guriyooda ku ekaayeen gabdho muslimaad ay ahaayeen marka inay un xafdiga wax gala mooyeen islaan matruka cadaalatan ama sidoo wax xadiidkeedu u faaxshul qalad intu noqday oo katirta ooham noqotay leeyd waa matruka ma garanayo majhuula wad keleysa ee dhaifa waa laga heli laakin haweena matruka hadith fi ruwaat ku garan maayo marka waa manqabayna dheer yiin baarum walaayimba miisaanku sidaa ku sheega al-imam adh-dhahabi أن امرأته هوين يديسي أخبره وحيو شكته تامرك وحاتك قادان إسا هوينك طبقات كان دعاء أما رقور علم الحكوري يعني سيدة كتب الستة وكالي إن الحديث كده هذه قور ينجبر ينجبر بالشواهد والمتابعات لأن امرأة متروكة مدرته ويضع في قدر شديد يعني طيب أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أهيد أخبرتها وحيو شكته قبار داسي عكرم حاسك ساهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري تقطع اليد وحلوق يقعنت في المجن قاشان لحظي قاشان قال عبتسون وين صوم مرة أنت دني الإمام النسائي مرك حديث كان في الكبرى ولعلها كلام كان إنه سقط من الصغرى حكو يري لا أعرف عبد الرحمن بحر ولا مباركا هذا مبارك ابن عبد الرحمن مبارك بن سعد إيو عبد الرحمن بحر منا ما أقانه ومجاهيل أقتيد لا أعرف عبد الرحمن بحر ولا مباركا هذا كبرها سيدا سكويال محو إسلام توقع مصي إسلام تعكريم وقع مصحاس كعكريم زوجديسو الجهالة في طبقات التابعين نسائي وحبكم علايو نسائي وسعتية
طيب مركز ساسو استانتو أقامس لكن لابد وذاذا هوري أيه وحوي يا ومضل قارن كرساسو الشيء. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أبي هنا ويعقوب إبراهيم عفوا حدثنا عمي أدير كي بقى إيه تبي حديثك أدير كي ندور قوم من نصوم مري أدير كي ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال وحوي لمرك أدير كي حدثنا أبي أباه بقى إيه ورمى هدي يعقوب ابن إبراهيم أبي واكما وإبراهيم بن سعد هدي إبراهيم بن سعد. طيب عن ابن إسحاق محمد عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير ابن عبد الله ابن الأشج حدثه حوشي ابن إسحاق أن سليم بن يسار أحد الفقهاء السبعة وذكرنا إنسان حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن ابنة عبد الرحمن حدثته حوشي أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قعان تقلمقه وحكير قاشان العكتي قيل لعائشة وحلويدي فرام بين صوم الرئون تدي هذا الكاس عائشة اسكله يسوق عدنا واكه قيل لعائشة وحلويدي ما ثمن المجني قاشان كان العكتيس يقيميس وحلق محوها قالت ربع دينار دينار بودق ما هي ربعي افرميلود مال عن عادتهم اسحاق باميش وكجرته وده متاقنته حكو عليان لكن قد صرح بالتحديث قد صرح بالتحديث مركا بها قيبة مركا ورياء ولي حدثنا يا سمعت ابن إسحاق في السنة الكبرى. طيب كوري مركا لغم عين لينك روشا يدا. أخبرنا أحمد بن عمر بن صرع أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني مخرمة مخرمة هذا إن مر إنها دوائم بكير مخرمة من بكير مركا وأن ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه وإنما روى عن كتاب أبيه. مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه شفاها ولا سماعا ولا لفظا وإنما يروي عن كتاب أبي كتاب أبي حد كقرط يكوريا مركا أما وجادره أما ومكاتبره أذي كوتا لا حديث سوى متصل لأن وجادره هي كتابة مضبوطة والحجيجتا عند المحدثين عن أبيه أبيه بكير بن عبد الله الأشج هذا الصوم رئيسين هذا النصوم الرئي أصوغه يزيدنا حبيب وحكورنا إياه أنا بكير بن عبد الله من الأشج والنصوم عن سليم بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا فرق دينار فصاعدا. أخبرني هارون عبد الله الحمال البغدادي قال حدثنا قدامة بن محمد الأشجعي قدامة بن محمد بن قدامة الأشجعي وثقة إلا أن له أخطاء أخطابه لي حقوق وقفاه. حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن أشج قال سمعت عثمان بن أبي وليد مولى الأخنسيين ذكروا ابن حبان في الثقات وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا حكم موسن شيقين ركبضا بوحكوري أضوف ربضا ذهبوا إسكاق قابسين ننكاس وثقة هذا ذهب يقول هذا واسكدوا هياه حوليه هي وثقة ولا توثيقية لا صع لك أنا وما توثيقين هذا الكو اسكدوا هين أنا جدي معاد أنا رجس كريب مركز ساسو وجدا من حبان بتوثيقية أنا وما توثيقين بوجدا حافظك سوى ودي هذا حلو ضعيف بمعنى مقبول بولي لين الحديث ما لم يطابع أو شان حبه أنت هاي جرح سابق إن له كسر حافظك وياي مجتهد وما ضحب النان لكن جرحي متأخرين تضمبي حقوق حقوق فربا كجدا مولى خنسيين له هذا الحديث الواحد فقط نسائي هل كان حديث بكله هل كان حديث رقم نوع عاصو كلاء أما جهالا يرلغوشي أما ضعف يرلغوشي الروائي نسائي دوح كوري حديث أو حديثين بكورني حديث أو حديثين ولبا في المطابعات وشوائد بكوكيني أما ومركو سنهلين حديث كاس ونين كلو ثقاء ووري يقول أسول أن مغلي سمعت عروة بن زبير حديثه أن كبحنا عمره وشد عروة أن أبحنا يقول أسول كان عائشة تحدث عائشة وحيد تمنجرت الشيخ جرت عن النبي سبحانه كالشيخ جرت كانت تمنجرت يقول نبي قلنا يلي قال لك دقنتاي لا تقطع اليد قعنت لما قوي إلا في ثمن المجن إلا في المجن عفوا قاشان مويان أو ثمن أمقيمه سمويان العكتس. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق دور قرب بن زمر محمد إسحاق الصاغاني بل محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني قدامة بن محمد ابن قدامة الأشجع هذا بن زمر مرة ويته
قال أخبرني مخربة بن بكير عن أبيه بكير قال سمعت عثمان ابن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كان عائشة تحدث عن نبي الله أنه قال أنه قال إنه النبي يجري لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. وزعم عثمان وحوشي وزعم حوشي عثمان ابن أبي الوليد زعمك وعثمان الوليد طيب ذكرنا كذلك أنتهي وزعمك لو إطلاقي على القول الحقي على القول الحقي لا على القول الباطل اللي زعم مرنا وحين نقطها وحلويد لقى هذا الباطل مرنا وحلويد لقى هذا الحق. أن عروة بن الزبير قال إنه يجد المجن أربعة دراهم اللي هو يذيب لبتك الكفة سيرجرت إنه يا ربع دينار مجن كوية وحوري مجن كو حوى أربعة دراهم قاشان كو حوري ما يقيمه زو أفر درهم بمعنى أفر درهم بوحوري ما يسي ربع دينار ربع دينار. قال بكير وينك أورني قائل كسوى بكير قال بكير وحول ابن عبد الله من الأشج وسمعت وحان كلون مقلي سليمان بعض النسخ وحي قرين وشيخ الباني كتبتي سأرم عيني تاي قال عبد الرحمن النسائي قال أبو عبد الرحمن عيدو قرنت مياجرت قال أبو عبد الرحمن عيدو قرنت أنت مجرت طيب نصده ورين النسائي الشيخ تحسيزيني صحيح ضعيف قيبي قال أبو عبد الرحمن باكو قرد أبو عبد الرحمن معها لأن أبو عبد الرحمن النسائي لم يدرك ولا كاد يدرك سليمان يسار أصلا نقل هذا الشيخ أيه وابكير وأرضي مركة عثمان. قال بكير وحولي وسمعت سليمان بان مقلي من يسار يزعم أسوق الشيخ أنه سمع عمرة إنما تقول يدولي سمعت عائشة تحدث أنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد عن لمجويه إلا في ربع دينار شيل ذهبة أفر ميرود ميرشي موين يفهم فوق وحكبتنا هانتا. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص من شيوخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا همام ابن يحيى العودي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله ابن فيروز الدانج الداناجي عفوا الداناجي الداناج ولغة فارسية واسم ومعناه العالم العالم الداناجي تنمغش والعالم عند الفارسي مركا نقاس عبد الله بن فيروز بن مقعس الليل هذا عن سليم بن يسار قال وحوري سليم بن يسار أصيب فصيرها يدمره كقاتي عمرئي عائشي وحكورنه لا تقطع الخمس شنط فرد لمقوي لا تقطع الخمس والخمس الأصابع قعنت اللي هل كان لقوي وينو قاردون هل كان لقوي محاد تقعي شنط فرد باتكت مركز أساسا لا تقطع الخمس واسدا شنط لمقوي إلا في خمس شن درهم مويه إلا في خمس شن درهم مويه. قال همام وحوجي همام وقتاده وحكورني مركوري فلقيت أنا لكل مي سند عالية عبد الله أدانا جاء لكل مي فحدثني حديث حقيقة عن سليمان يسار قال وحوجي سليمان لا تقطع الخمس إلا في خمس شن لم أقوي إلا في شن مويه مركوا رواية الشاذة مقطوعة عن حالة تفرد النسائي يلا تفردي مركة وحوي وحن صوم الري ربع دينار وأها أربعة دراهم لوصف السري وحن صوم الري إذا الوصف ثلاث دراهم مركة الشنطة وذات دوحي لهم ومنكرة نمنا ودفاعا وحيليهين وحدعي كرت صرف كون إزبدلي صرف كون وصف بيهاي إن العقد إزبدل شو سعركم كعاي وربع دينار كو ودق مواجد دم بشن درهم يا دعكرت بالدليل واجد دم بعباسيين تي عثمان معوها أمويين تي حلو وحوق قاري ربع دينار كو حوق قال لبي وثمان درهم سعر كو واقع هاي 96 كي 8 كي وحدي مراي بقول كدور شن كون يلح بقول يلح كون هذا أنا لبي وثمان كون يو مراي يا بقول له يوزي مراي مركا دفاع غليا قبضهم أنو كسعون. أخبرنا سويد نصر أبو أحمد عفن أبو الفضل المروزي قال حدث أخبرنا عبد الله مبارك عن هشام الدستوائي عن هشام عن عائشة عفن عن هشام وهشام ابن عروة هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لم تقطع يد سارق
توقع أنت إلا مقوين حلق النبي محمد في أدنى وح كير من جحفة قاشان جحفة ونوع قاشان ككمدة قيد بأنت القرى الوحنك والله ويقاره أي مرق مقار أما الصان أما هرق بالوحرية مركاك وحق قاشان ككوة واسان يجيد بالاران لو سخرو دخل القبصان اي سوت سكيد دفعت ورما هي سيفت دحايس اي ليبك لو سو توري كاسا جحفل ليدا هدو لكن يحي مقار يا هرق اي ايدينتو انتي لو سكو قبطي لو سكو دوبيهو لو سكو ادكيهي كدبنا وان واغ ور وخا لغا سميسن جير ويشا ويشا ايو جيرتا ايو باهل كان ايش يحاسك ايو دلك هيلا ريوبي ايغو يحاسو سانس وي ادقتا ان ارتين بمويه وسان ادق ياي حولها النوع عاسة يا لقسمين سنجري هذو صان عد صوعان يهينا مجن بالا يطرس يطرس هذو يهاي جد ليو يدين لقو قبطينا جحفة ليه هذا مركوا أنس لقاشان وصما شغما نحول قاشان محلي هذا قاشان كحوي قلب وقاته نك تقلم اسكعد يقو هذا دي لقوس بدوسون رحلة لبود ميسدو اسكعد يمسو حكوس صدعة سام بالاس كذا دكا كاشان كاسوي طيب قتاديو مايا رواية ظهر مايا لم تقطع يد سارق توقع أنت لما قوين في أدنى وحكير من جحفة أو ترس واسكم طيب هذو شكر راوي هاينا و دملا هذو تنويع هاينا دملا هذا تنويع تاينا لما لها وجحفظنا وترسق ومقارك مع الخشب ترسقنا ومقارك يجلد سافدة يلسكو قبطي وكل واحد منهما من الترس والجحفة ذو ثمن ذو قيمة مدو البنو قيم لها ربع دينار جارية ربع دينار جارية أخبرنا محمد المثنى أبو موسى البصري من شيوخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان سفيان كواكما سفيان الثوري هو سفيان الثوري لعبد الرحمن ومن القدماء من القدماء طيب عن سفيان الثوري عن عيسى من ذكر طبقتين بالنساء وقلت جي وأوجدان عن عيسى ابن أبي عزة ابن أبي عفوا عزة أو عزة وحتضرب واثقة إلا أن له أوهما عن الشعبي عامل شرحيل الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع قام بوغويتو خداي في قيمه 5 دراهم ودغ واخ ودغ ما قيمه سو يا 5 درهم في قطع في شيء قيمته 5 دراهم اي كدغانت هاي شيء قيمه سو دنيا 5 درهم اي واخ اوغوي حديثك مره علي كو شيغوا دو وخي ليهين شعبي عم شراحي لم يسمع من عبد الله بن مسعود لانه مسو غارين نولو كو سو غاري حق دا اهان لكن لما كل منه وكدا يرا شعب صغير وهذا حبان ورينكرين يو سي عبد الله مسعود وحجابتي طيب مركا لم يز الشعبي لم يسمع من عبد الله مسعود بيليهن ابو حاتم الرازي تارقدني ابن عبد البر هلكاسي مرن ودا تفربده لكن ان لو علي هوشاسي سوره قال ما هو الحافظ يعقوب بن شبت السدوسي وكذلك ابو جعفر العقيلي وحيسو قوريين أن مراسيل الشعبي صحاح عند المحدثين مراسيل الشعبي شعبي مراسيل شيسو المراسيل عند المحدثين القدامى منقطعة كجرة مرسل كان موذن كيونها وحي النبي قال لقوي أما أقول لقوي يمحوها صحابي قال لقوي هموذن طيب المراسيل ومنقطعاتك هي مدة صحيحة للجوي كل عند وانقصوا مر الترمذي وانقصوا مر مرقين اصطلاح اسمرين الشعبي مراسيله وحوي وصحاح الحافظ ابن تيمية كتاب أصال سنة بطار أصال المسلول على شاتم الرسول أسنوه شيء حديث بحجيجة مقاصر وحديث صحيحة والإرسال لا يضره لأن مراسيل الشعبي صحاح عند المحدثين مركز هذا سوي تاسكو هذا غير قرر من صبر الجنة إلى تاي أخبرنا محمود محمود الشغلباني رحمة الله تعالى عليه ضعيف إلا ضوام حي انقطاع انقطاع اسم الله حذينية شيخ مركة نقل ياس وحاول لو قبح صدق ابن تيمية في الصارم إيو إنه رجى في علل شرح علل الترمذي مركة شيخ كتب سكو مشيك نقل ياسك
marka muhaadithiin xukumkooda hore in laga boodo ma ayuu waday intay baareen ay gudan maraasilu shacbi istiqraab ay ku sameeynaa wadaad ku xuwariyo dhanbay fiirinaya mursalkiisa iyo mawsuulkiisa marfuuciisa iyo muu mawquufkiisa kulli bay daba galayaan daraasa istiqraaiya badaha bay nataaj ku dhiibayaan ma aha go'aanay shakhsi in iska gaariyo way yaqaanan usuushu bay hayaan marka lagu fahmi waayo sheekhaad wax ka warisay ee xadiidka u tiirisay kutubtu wax ku min guursaday baa la soo saaray usuush waa laga fiiriyay xadiid baa laga wayay beenalaataa lagu leeyahay laana xadiidkan kuma jiro kutubtii iyo dawaawiintii weelka laga soo xaggee ka keenta imlaa baan kaga qaatay yaa kula fadhiyey xalqada uu sheekhu ku yeeriyay xadiid sheekh hebel hebelku waa la dabageliyay ma xadiidkan maxaa si loo ilaahay loo dhowray waxa weeye si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyay wey أخبرنا محمود ابن غيلاء أبو أحمد المروزي قال حدثنا معاوية بن هشام القصار وإنك سواني هل كان نبقى كجر كتب ستة معاوية بن هشام نين ليدا هذا معاد بن هشام وات صومرتين معاوية بدن وابدن ياي طيب لكن معاوية بن هشام القصار وهل كان وداد قال حدثنا سفيان سفيان كان وكما سفيان الثوري عن منصور معتمر عن مجاهد وعطاء عن مجاهد وعطاء سداسا وناكسن بعض النسخنا أي دقيان بعض النسخ في قريان عن مجاهد عن عطاء عن عطاء بايدين لقام من فلاحي عن أيمن ورواية الأقران مجاهد عطاء وأقران رواية كدنباء إيمان دوننا وإسكول رنيهم تنو كان مقرون بالي هذا مقرون ما كان لبوه لسكو قبط ولسكو عطفه روى عنه فلان مقرونا بغيره بالغوديه مقرونا بغيره هدي سند كلا أكويم أعطى عطانا وحده متابعه هذا عطائي مجاد واسكول رنيهين قران بالي هذا عمره دي حاجك مكاس كدر تنسو قران لما يلي هذا هدي لبدأ وذات في سرد واحد لسكو عطفه محلو يقانا مقرونا بغيره مقرونا بغيره هدي لبس سند كلا أكويم أدانا واسم متابعين يعني. واسم متابعين يعني. عن أيمن الحبشي أيمن سيدة صوابك هدي لو جدا أيمن كي أسامة مزيد وعلاها أهاية دقال كي حنين بكو شهيدة وذات كاس وهر هي قديم وي مركا أم أيمن بعد شيء زيد بن حارثة هرتيبة إنك لو دش أسامة مزيد بين حقه وعلاك أهاية وذات كاس صحابي وي وقديم الوفاء وحنا قريو دي وحشيدة يوم حنين مركا عطانا مسو قاري كرو ولا مجاهد بل وحنسو قاري كرين كبار التابعين كبار التابعين نبي ونول بوشيدي بركة نكاس لما ود حفاظه بدين وذا دنبو متأخر وتابعي أي اللوجي ذا أيمن أيمن الحبش ومن أهل مكة مولى ابن أبي عمرة أي اللي ذا ومن أهل مكة ومولى ابن أبي عمرة قال وذاتك وحوري تابعي وهي كبير لكن صحابي ما سيزغوك وذاتك قال وحور وذات كاس لم يقطع النبي نبي مجوينين السارق ايد السارق توقي قعانديس إلا في ثمن المجن قاشان العقت مويه قال وحور وثمن المجن يومئذ دينار قاشان كالعقتيس مالك وحايد هل شلين او الذهب هل شلين او الذهب مركا اما حن بارزا اختلاف السعر وتبدل الأحوال اما وحويه ووهم ووهم maxay yelay nabigu intu noolaa saxaabadu waxay soo guuriyeen rubuc dinaar gacanta lagu goon jiray marka in la dinaar dhameystiran waa sicir aad u kala fog weeye marka sicir aad u kala fog weeye dinaar ku waa maxay waa 4 gram iyo 120 shan riyo 4 gram 120 shan riyo waa lacag 20 kun dhowr boqol ah 20 kun iyo dhowr boqol ama 20 iyo dhowr kun weeye marka taasi ma aha marka inay waham tahay marka u yartaa ilmihi waa xadiidku waa xadiid waa maxay ومرسل ومرسل تابع با الى وحقينيا صحابي اخبرنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعه قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور معتمر عن مجاهد عن ايمن قال وحور ايمن لم تكن ما هين حالته لم تكن باني دغن طيب بعض نسخنا لم يكن بقرايه لم تكن حالته ما تقطع اليد مثل قوي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا في ثمن المجن قاشان العقد وقيمته يومئذ مالك ايضا قيمهزنا دينار بوها هل شرين بوها قاشان قيمهزو هل شنو ذهب بوها
اليوم النسائي في الكبرى وحجري كذا وقع عندي كذا وقع عندي وقيمته يومئذ دينار سداسة أكتدى طالبه وعند غيري عفوا محاربة سندك سند قدم حينه هنا منصور عن المجاهد بنه هنا منصور عن المجاهد حائمن دورا منصور عن الحكم ابن عطيبة الفقيه عن أيمن بأيمن دونتا وحول كذا وقع عندي وعند غيري منصور عن الحكم يعني حديث الفرياب الذي بعد هذا بول فلا أدري أغفلت أنا أو هو نسأل حولي هاي ما أنا سكتي مس الشيخ سكتي ما قرنا يقول الشيخ هيجا حديثك أن كورنا يا خلط قلي مس أنا قال نسأل خذا ما قرنا وهذا من الأمانة إن أضو سكب فير مسنا أضو صحنتها هاي وترى مايا أنا وانا صباي وذات كوي والله باروش عوي ذا إن نسأل حكولي هاي مش خلط باجرة أو علومنا كلا كوريان كوريان منصور عن الحكم أنا قال وحيد عين منصور عن مجاهد خلط كم أنا قال مس الشيخ لا أدري فلا أدري أغفلت أنا أو هو نك وحلمان يواي وشيخ إسا تذكر اسمه سارق وذاتك نسائي تذكر اسمه سارق وحي حسابتهم هيان أم وحكا خلطة محسي عوام عي وشيخ إسا طيب مركز سندك سحنا الله سحنا إمامك واكنا أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري عن منصور ابن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد سمارتت بين منصور وبين مجاهد وادك له حكم بالجريان بوليه أنا أنا رواية ذيده حكم كمجرة طهوري أما أنا خلدمي أما الشيخ خلدمي لابد أن ما دافتوه قال وحيد محيود سيكون نقوم ويدي سيكون أقاذي نسائي إن خلط أسقي هاي أما الشيخ هي وحيكو أقاذي وحيو بربر لغير رواياتك كلا شيوخ دك كلي حديث كورية الشيخ يسو كلاء مركز وحو أركي إن كوا كلاء يسيحون ويكاد يقن منصور عن الحكم عن مجاهد ومضان كلاواس حضي وذاذو هوشو أني أدقى نمت نافتوي هذه لكن وذاذها كلي ورينا أيديه لايين عن منصور عن مجاهد نسائي مردهن أما خلطمي أما الشيخ مردهن حيال وحو تير لها خطأ من بعد شيخه أم وحو جزم لها إنو الشيخ كلي طيب هذه لكن شيخ لا متابعيه او لا صحو وين هذا هوس لوسي ويغو الى لو غاد خلط انو هبل له غدود كاس الله مري غد كلا راعي لو راع ولا اسو ما خلط مري نين كلا امراتك عادبا شيخ الله فيري شيخ نين كلا امراتك عي شيخيسي نين كلا امراتك عي وحي تغيسا الى لو وايو الى الله هلو نين اسو لوكتول اه او وح راعي جيرو كليي خالي ادي كوما دافت او نوان كورما او تيريسان حنا أقول ترى إن نمن كاسوا الله مراتك عن وذري واحد يا وان أديك أقولي ساسة نغني سبب ساسة لور هدية عن أيمن قال وحول إمامك أيمن المكي مولى ابن أبي عمر عمرة لم تقطع اليد عن تلمجو إن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمر المجن قاشان العقد إمويه وقيمة المجن يومئذ دينار قاشان كالعكتزم مالين كاس دينار بي أهيد ومنقطع أما ومرسل أخبرنا محمد بشار بن مدر شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود الأودي عن علي بن صالح حسن بن صالح وولاليه علي بن صالح بن حي عن منصور بن المعتمر عن الحكم محور روائنه كتوسو إن محمد بشار أصحى هذا حديثك وقال لها يوه بين منصور ومجاهد وقال لي حكم وقال لي عن الحكم عن مجاهد وعطاء مجاهد يعطاء اسكو عطفنا واك عن أيمن قال لم تقطع اليد عنتا لم قين في عد رسول حلق نمح إلا في ثمن المجن قاشان العقد موي وثمنه يومئذ وحوها دينار هل دينار بوها أخبرنا هارون عبد الله الحمال ما دام تحديثكم اسكو مدياي وإنه دريرين قال حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا حسن بن حي علي بن صالح ولكي هو ما علي بن صالح هو حسن أبيه حسن أبيه هو وأبوه حسن بن حي عن منصور
إذن عفوا علي بن صالح حسن باولالا من حلو تيري أوغي من حلو تيري آبي طيب انت أمبي حسن ابن صالح ابن حي ابن صالح هوي مرك اللبضو والعلو ننك هورا ونن سنئة وفقيه حافظة وياك الدمر وفقيه حافظة إمام إلا أن فيه تشيعة لو قلنا من سومر عن منصور عن الحكم عن عطاء عن ومجاهد عن أيمن قال تقطع والقويا السارق عفوا يقطع السارق تقال لقوين عندهزة في ثمن المجني مجني قاشان العقتي وكان ثمن المجني قاشان العقتي وحيد على عدد رسول الله ونبغنا ولا دينارا هل دينار أو عشرة دراهم أما تبن درهم أما تبن درهم أي آية أما تبن درهم أما هل دينار صرف بإسبدال أي ممك روايات قيسو ورواية منقطعة مركة أخبرنا علي بن حجم ياسر السعدي قال حدثنا أخبرنا شريك إن عبد الله النقع القاضي وأن عدل في دينه ويان ولكن روايه ضعف بها كجري لأنه لما ولي القضاء صاحفظه عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن ابن أم أيمن يرفعه رواية ضم بين نسائي يسوح عدم الدائن إلى نيه وذلك أيمن وأنك السحابي قال ويناوي أم أيمن أيضا شيء مركة تاوح ونقونا يا سحابي ونقونا يا حديك رفعني مركة مجاهد يعطانا مسو قاري كران رواية ومنقطعة لكن حفظ وحب ذيهن أيمن كان إنو صنعين سحابي قوي هاي من التابعين يرفع صور رفعنا يقال وحوري وذات كاس لا يقطع لمك قال النبي وحوري لا يرفع لمك لا يقطع لمك قعن إلا في ثمن المجني وثمنه يومئذ دينار هل دينار بوأها أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال أحدنا جرير ابن عبد الحبيب الضبي عن منصور جرير بن حازم عفوا جرير بن حازم وهي عن منصور المعتمر عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن سارق لم يقوي عندي سوح كير هل قاشان العقتي قاشان قال عقتي وانزو مري ربع دينار بوها أم ثلاث دراهم روايتك قدام بي أيمن تبن درهم أما هل دينار ودهبه مرك انت ما كان روايتك كقبحانه نسابك السرقة خلاص ليسو جمهور أهل العلم مالكية ذا شافعية ذا حنابلة ذا هي صحابية تابعين بضم كود وحي قبان وحكير ربع دينار قعن له مقو ينكره ربع دينار وحكير قعن له مقو ينكره دينار كان ذهب كان فدي انت بضن فضل ويسا بيسا مركز ذهبك أن قصر قوسنه ذهبك ربع دينار كي يوحي لقيمة أنا قعنت ولو قين كرا هدي لديده وجمورته في دول الله تركيضه وأنه قد ينكر النصاب وأه سادة الدرهم هي فساعدة سادة الدرهم هي فساعدة هذا رأي الجمهور حنفية كوفين باكوهيم كوفين وحيليين روايتك صغر وري الشيخ يقعن لوقو يي وحا أبدا تبن درهم باللوقوي أما هل دينار أيضا نصابة ننك حدا تبن درهم وحدا أما هل دينار الذهب وحدا ننك أم باللقعان لقوينية ننك كالي شن درهم إيو سغال درهم إيو تضبط درهم إيو نصف دينار إيو ثلاثة أربع دينار إيو قاتل لطابا ما يجادين وحديث عصدين والسغن مجره لا عن رسول الله ولا عن الصحابة آثار ضنبوق ليكو فينا إيوريين إبراهيم النخعي جماعة كميدة يكوتا قاني اجتهادات كولا يوحكو بلسان أضعف المذاهب ومذهب الكوفيين والحنفية الوجهة مذهب صدحات باجره أورانية أحاديثان ما دام قابك لدون لووريي إنا قابض الضوب حقا إنا قابض هي وحنقول لك إنه والسارق والسارقة فقطع أيديهما ننكي وحضبا قعنت الرف بالرسيل إله عقد بيها لقعه إله مكلا قادم بالتغيير توقي يتوقتي وحضه فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب النكال من الله بالله خوارج ببركة كدكت خوارج يوعيدي إن اللف لب ذا المكتقى أنه ويسو نصوص جمعين ويسو نضع إسان تبقلين رقن كرقن كوذوي قعنت حقين لقا قوين رأي خوارجته بعض التابعين بحطاق لوتيري وحسن البصري كمدي يعني حسن البصري يسوع بجري ظاهر النص من كتاب الله وما هضان حدا حطاقل قعنت الرف ساعتكم شيرين الرف
marka wadaadka wuxuu rabaa inuu gacan badan soo guro gacan badan uu guro rabaa sunayna maxamed fasirtay aayada maysan ku dhaqmin marka warka idlaqa mafhumu sariqa waxa lagu xira waa baatil la daye lahu iskatu ظاهر كتاب الله هنا سنة لغو فسر يا وأنزل إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم متك أرنا يا عشر الدراهيم حنفينا وضعيف مع كوسو هاري قعنت حق لغا قوين بإجماع الصحابة والتابعين القاس لغا قوينية عمر عمت انتسال لو جيدو ما كي كلا بعضو يا هلك عمر عمت لغا قوينية خوارج وعيد وحكو دين قرب كلا قوين القاس لغا قوينية ومحاجر فقطعوا ايديهما قعمها قويا ليديه عما عمت قويا لما دين بيدين قعنا وحكا بالله وطا قربك السلكيس وحلوه الورك انه وور باطل محايا الى قعنها دي الله يدلاقه هل كان نوين نقطا هل كان صحو كان نوين نقطا قربك نوين نقطا محاض اقو حنبارتين ميش اقو سرريسي ونك كليد اقو دولي ليسا من قربك اللبعي كليس براك تالله يا فريس محاو دليل فامسحوا بوجوهكم وايديكم مركي الليلي مسح على المحوها تيممك مسحيسا انت الله مسحا سيد احاديث تقوى الصحابي حديث عمار وتقرنيسا وليس في التيمم حديث اصح منه هل كاسوي ايديهما هل كان الله مسح انت نسال الله مرن آية الوضوء محيتري ايدي شيتوا هلك كعمها الله شيغا ايون ومرفقينك قربك ان لقى بخيو هوش حقيت كدونت لغه اذه نصوص الشريعة يا تفسير النبي يا صحابة هؤلاء تعلم ما خوارج موقت هذا الكحول على الله بشوب كد من السيف بين سو تاجي وفي رح جاك الليل نبغى كورك هذا الكحول إن شاء الله تعالى وحدهم بره بين دمنا الفائدة والله أعلم.